شغلة البازي والله قاضب سره الساعة، صار لي تقريبا ثلث ساعة وجاء سرايا ومشيت. لا نقضي على أزمة، يوفرون بنزين بالمحطات حتى لا تصير أزمة، أو البنزين خلات ما يعزلوها تظل مستمرة، جيت تستمر البنزين يقل، حركة تيجي عادي تفول. المحطات الأهلية مفتحة ولا ما مفتحة؟ لا ماكو، معزلة. معزلة؟ معزلة. كم محطة اللي فتحة؟ والله علمي بيها واحدة معزلة. رحت عليها؟ إي رحت عليها مال الحامد. شو طالب فتح يفتحون المحطات الأهلية؟ عمي كلها يفتحون، عمي هاي مو وضعي، أنا أبو تاكسي هسه أشوف على الوضعية هذه، يوم أشتغل يوم بطال، ما شلون أعيش، شلون أعيش نفسي، شلون أعيش عيلتي؟ يعني أفول 40 لتر يعني شو تكفيني؟ قصرك بسرعة ساعة. نعم. شلون نحل الأزمة؟ والله يوحدون السعر ويا الشمال تنحل الأزمة. والله نطالب سيادة المحافظ بك يوفرنا بنزين، أو ما يحتاج يودونا على على الخارج، خلونا بس داخل المحافظة. وبنزينات الأهلية تفتح ساعة زمان وتعزل. يعني تفتح بالتسعة بالعشرة تعزل، لازم يزيدون الحصة حتى المواطن يفول براحته. 24 ساعة خلوا البنزينخانة تشتغل، هذا الحل الوحيد. ساعتين ما فوت بنزين، بنزينخانة أهلية ماكو، ما فتح ماكو بنزينخانة أهلية ماكو، ما فتح ولا بنزينخانة. بس صار ساعتين صار لنا ما قضينا السر ما فونا، يعني خلص النار، يمت واحد يشتغل يمت واحد ماكو. سدوته طفت هنا، اقول له بس خمسه، يدق لي ما اعطي خمسه، ترى هي خمسه وانا صرت اقف سرا، وين سرا؟ رايدي خمسه ما رايدي تراني شيء، هاي صار لي ساعه انا اتوسل بي اصحاب المطارات، انا اصحاب ستوته حبيبي، لقيت كراتين، علم كراتين بستوتات وما ينطونه، شلون يعني؟